بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بصحة وبعافية. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع 2.9 دوت برودكت، وأيضا مراجعة للمواضيع السابقة اللي أخذناها بالمحاضرات بالصف. شنو هو الدوت برودكت؟ إذا عندك متجهين، أو طبعا نسميه طبعا بالمناسبة الضرب النقطي، إذا عندك متجهين A و B تضربهم دوت برودكت، فالناتج كأنما إذا قلت مقدار الـ A في الـ B في كوساين الزاوية اللي بيناتهم. هذا تعريف الدوت برودكت، متجهين تضربهم واحد بالآخر دوت برودكت، النتيجة راح تكون هي عبارة عن الـ A في الـ B في كوساين الزاوية اللي بيناتهم. طبعا مثل ما تشوف الناتج مال عملية الضرب وكمية غير متجهة. خواص الضرب النقطي، إذا تضرب متجهين أي بي كما تضرب البي في الأي. إذا تجيب كمية سكيلر مثل أي تضربها بالناتج كما تضرب الكمية هاي بالأي، أو تريد تضربها بالبي نفس العملية. هنا عملية التوزيع، إذا عندك أي في البي زائد دي كما تضرب الأي بالبي وبعدين الأي بالدي نفس الناتج يطلع. حتى نجري عملية الضرب النقطي تحط ببالك انه كل اي باي تكون واحد، كل اي بجي تكون صفر، والسبب معروف لان جي تمام الصفر يكون واحد، فمن تضرب الواحد الاي في الواحد في كوسان الزاوية اللي بيناتهم شقد؟ صفر، فيكون الناتج واحد. من تضرب الاي بالجي الزاوية اللي بيناتهم شقد؟ تكون 90، فالناتج يكون صفر. فمن تسوي عملية توزيع الاي والجي والكي على الاي والجي والكي للمتجه الثاني، راح تشوف انه كل القيم راح تصفر ويبقى فقط الاي بالاي والجي بالجي والكي بالكي. وبالنتيجة كأنما راح يصير عندك، كأنما راح تقول انه من اضرب ضرب نقطي الاي بالبي كأنما دا اقول اي اكس بي اكس زائد اي واي بي واي زائد اي زد بي زد، البقية كلها تصفر وتلغي. فائدة أخرى من الضرب النقطي نقدر شو نسوي؟ إذا عندك متجهين أي وبي تريد تعرف الزاوية بيناتهم، فالزاوية تقدر تطلع أنه ثيتا هي كوساين إنفرس الأي دوت بي على أي في البي. فائدة أخرى إنه عندك أنت اتجاه معين، وهذا الاتجاه المعين تقدر تطلع اليونت فيكتور مالته، فتقدر تحلل القوة باتجاه اللي تريده من خلال إنه تضرب المتجه. مثلا قوة، هاي نفترض قوة متجه مال قوة، تريد تحلله باتجاه معين تضرب باليونت فيكتور مال هذا الاتجاه. فش راح يصير؟ كأنما تذا تقول الأي مضروب في واحد في كوسين الزاوية اللي بين المتجه أي واليونت فيكتور، فباع هنا يقول لك الأي كوسين ثيتا كأنما. ليش؟ يعني هناك كأنما واحد اللي هو يمثل لك مقدار اليونت فيكتور، فهنا تجد تسوي كأنما تطلع المركبة مال القوة بالاتجاه الانترتة اللي هو الاتجاه أي. هذا الشيء هنا موضح يمكن اكثر. اذا عندك هذا محور اللي هو الاي اي، اريد اطلع مركبة هاي القوة اللي هي اي او المتجه بالاتجاه الاني اريده، فاش راح اسوي؟ اطلع المقدار اللي هو اي، اضرب يعني من تضرب هسه اي دوت يو اي ايش راح يصير؟ يطلع لك الناتج اللي هو اي اي. الاي اي هو من هو اي كوساين ثيتا، هذا اي كوساين ثيتا هو مقدار. اذا تريد ترجع تحوله الى متجه مثل ما سوى هنا، حاطه لين بولد مسوي ثخين يعني متجه، ترجع تضربه مرت اللخ باليونت فيكتور مال الاتجاه اللي انت اللي تريده، تتحول المركبه الى متجه. اذا تريد المركبه العموديه على الاتجاه اللي انت اخذته، تقدر تطلعها بطريقتين، يا اما تقول انه انا عندي الماجنتيود مال الاي وعندي الزاويه اخذ لها ساين، يطلع لك المركبة العمودية. طريقة أخرى شو تسوي؟ أنت عندك الوتر أو القوة أو المقدار، قول المركبة العمودية شو تسوي؟ تحت الجذر المقدار الأصلي مطروح من عنده المركبة باتجاه الأي تربيع، كأنما في فيثاغورس التطبق.
هاي هنا ملاحظات مهمة لأعيد لك. يقول لك إنه من تضرب متجهين أي بي فكلمة تقول أي إكس بي إكس زائد أي واي بي واي زائد أي زد بي زد. هنا باوع متجهين الناتج يطلع لك مقدار. فائدة أخرى من الضرب النقطي هي إيجاد الزاوية بين متجهين. إذا عندك متجهين أي وبي فالزاوية اللي بيناتهم هي عبارة عن الأي دوت بي للفكتورز مقسمة على مقاديرهم، وهاي كلها تأخذ لها كوساين إنفرس. فائدة أخرى أنه إذا عندك متجه وتريد تحلله باتجاه معين وهذا الاتجاه معلوم اليونت فيكتور مات، فغاية ما هنالك أن المركبة بالاتجاه الأريده هي عبارة عن المتجه دوت اليونت فيكتور مال الاتجاه الآني أريده. هسه هنا مثال بسيط، هنا أريد أطلع المركبة مال القوة 100 بالاتجاه اليو، ومطيك هو الزاوية ما عندك أي إشكال بيها. وهنا أيضا عندك محور آخر هو الفي دي يريد المركبة وهم مطيك الزاوية، فراح أقيم عمود منها على المحور الآني أريده وأيضا منها على المحور الثاني اللي هو محور الفي، فراح يصير عندك مثلثات قائمة الزاوية. المركبة مالتك باتجاه المحور يو هي عبارة عن 100 كوساين 45، وبالنسبة للقوة بالاتجاه الفي راح يصير 100 كوساين 15. هذا الشيء موجود عندك هنا. مثال آخر يقول the frame shown in figure is subjected to a horizontal force F مقدارها 300. هسه القوة مقدارها 300 أفقية. يقول determine the magnitude of the component of this force parallel and perpendicular to member AB. يقول يريد الماجنتيود والكومبوننت اوف ذس فورس بارلل اند بيربندكيولار، يعني بالاتجاه اليوازي المحور اي بي بالاضافه للعمودي عليه. هسه انت مثل ما تشوف انت عندك هاي قوى مائله بالفضاء، فعمليه التحليل باتجاه الساين والكوساين تصير عمليه جدا صعبه. افضل وسيله اني عندي القوه اللي هي اف حتى احلل بالاتجاه الاريده اي بي، اطلع المركبة مال القوة اف اي بي بالاتجاه الاريدة بالاضافة للاتجاه العمودي عليه. افضل وسيلة انه اوجد اليونت فيكتور من الاتجاه مالتي اللي هو اي بي. طبعا اليونت فيكتور ما يراد لشيء شفناه قبل بالمحاضرات السابقة، انه تطلع الار فيكتور من اي الى بي ثم تقسمه على الطول من اي الى بي. هذا الشيء هنا مختصر بخطوة واحدة، ار بي كفكتر على الار بي از ماجنتيود. هنا مثل ما تشوف نقطة اي عن نقطة بي، نقطة بي باتجاه الاكس قد مبتعدة 2، باتجاه الواي مبتعدة 6، وباتجاه الزد صاعدة 3. هذا الشيء كله هسه موجود هنا، 2 اي 6 جي 3 كي على مقدار، ايش راح تقول لي تحت الجذر؟ 2 تربيع زائد 6 تربيع زائد 3 تربيع اللي هو هذا، يطلع لك اليونت فيكتور. طبعا بالمناسبة هاي القيمة اللي تشوفها بصف الاي والجي والكي هي عبارة عن كوساين الفا كوساين بيتا كوساين جاما. هسه نجي نطبق اف اي بي اللي هي المركبة مال القوة باتجاه الاي بي، هي عبارة عن منو القوة اف في كوساين الزاوية اللي بيناتهم، او كأنما هي الاف دوت يو بي، يعني الاف في اليونت فيكتور بالاتجاه الآني أريده. الاف ايش قد مقدارها بالمسألة كان مطيك اياها؟ ده يقولك 300 نيوتن ورايحة باتجاه الواي، اذا هي 300 جي. راح اضربها الدوت ويا من؟ ويا اليونت فيكتور مالتي اللي طلعته هنا. اليونت فيكتور مثل ما تشوفه اللي هو هذا بي اي جي كي. هسه مثل ما تشوف حسب القانون مالتي الاي والجي الاي والكي ما راح تخش بالحسابات، ليش؟ لان حاصل ضرب الجي بالاي صفر، الجي بالكي صفر، يبقى لي فقط الجي بالجي. فراح اضرب الجي بالجي مال هذا اللي هو 0.857 مضروبه بال 300، البقيه كلها باعها اصفار، يطلع لك الناتج هذا. هسه هذا شنو طلع لك؟ باع مقدار، يعني حاصل الضرب النقطي الناتج مالته يكون دائما مقدار. هسه اذا اريده كمتجه ارجع اضربه باليونت فيكتور بالاتجاه الاني اريده. اذا اريد اطلع المركبه العموديه فهي الاف الاصليه مطروح العفو من عندها اف اي بي. احنا الاف اي بي
طلعناها as a vector وعندك الاف الأصلية فتطلع لك المركبة العمودية as a vector. إذا تريدها as a magnitude راح تقول هي تحت الجذر f square.